بعد 14 يوما على الزلزال المدمر الذي ضرب مقاطعتي كهرمان مرعش وهتاي بجنوب تركيا مسفرا عن ما يزيد عن 41 ألف ضحية. زلزالان آخران يضربان مجددا مقاطعة هتاي، أحدهما بقوة 6.4 على سلم ريشتر والآخر بقوة 5.8. الهزتان شعر بهما سكان المنطقة وحتى بعض الدول المجاورة. يأتي ذلك في وقت تتهيأ فيه السلطات التركية لإعادة إعمار البلاد، حيث وقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على حجم الكوارث التي طالت المنطقة والتي قدرت بعشرة ملايير دولار، فيما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تقديمها 100 مليون دولار إضافية لمساعدة تركيا وسوريا لتجاوز الزلزال الأول الذي ضرب البلدين. وحسب خبراء مشاريع الإعمار فالمهمة في تركيا ثقيلة جدا وتعد أصعب عملية إعمار تشهدها تركيا التي لم تلتقط بعد أنفاسها من الزلزال الأول حتى باغتها زلزالان جديدان سويا ما تبقى من الأنقاض مع الأرض، لتجبر تركيا على إرجاء عملية الإعمار إلى أن تهدأ الأرض.